بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أخواني المشاهدين قناة النحل والعسل. اليوم سوف نقدم لكم فيديو جديد وخاص بفصل الصيف. الفيديو يتحدث عن كيفية معرفة أن خليتي ضعيفة. أخواني النحل، توجد بعض العلامات يجب على النحل أن يعرفها، خاصة المبتدئ، بأن خليته ضعيفة ويجب عليه أن يقوم بتدعيمها. تتمثل هذه العلامات فيما يلي: ضعيفة. أول شيء هو تجد الحضنة قليلة أو بشكل دائري داخل الإطار. ثاني شيء تجد عندما تريد البحث عن البيض أو اليرقات تجد يرقات قليلة أو شبه معدومة. وثالث شيء نجد النحل الحاضن قليل، عندما نفتح الخلية نجد النحل الحاضن قليل. وسوف نذهب وسوف نذهب إلى الخلية ضعيفة لنريها لكم بصورة أحسن لكي تستفيدوا إخواني النحالين. خلية تقسيمات جوان ملكة تلقحت ولكنها بقيت ضعيفة، وهذه العلامات تدل على أن خليتك ضعيفة. بسم الله. بيض يوجد إلا في وسط، وتجد العسل، ها العسل يوجد. ها هي علامات خلية ضعيفة. أخي النحال، إخوتي مشاهدين قناة النحل والعسل، إذا وجدت الخلية تاعك بهذا الشكل فاعلم بأنها ضعيفة كما تلاحظون. حضنة قليلة، نحل قليل، نفس الشيء في الإطار هذا. هذا وإن دل على أن الخلية تحتاج إلى الدعم كما تلاحظون. نحل قليل، إلى هنا إخواني النحالين قد عرفنا الخلية الضعيفة والعلامات التي تدل بأن خلية ضعيفة. في الفيديو السابق، في الفيديو القادم إن شاء الله نريكم طريقة الدعم الصحيحة والوقت الصحيح الذي يجب فيه النحل أن يدعم النحل أو الخلية تاعه لكي تنجح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا